بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغى في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزنها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين وبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم إن